السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، ومرحبا بكم في درس جديد. الدرس ديال اليوم غادي نخدم معكم هاد الهبيطه على 6 ديال الغريزات او الملاقيه خفيفه على 6 ديال الغريزات. الخدمه ديالها سهله بسيطه وكتجي متقونه انيقه، ولو التصوير ما عطيهاش الحق ديالها انتم البنات، كتجي غزاله الا خدمتيها الجلابه. وبالنسبه للدرس اللي غيواتيها راه غتلقاوه على القناه بنفس الخدمه اللي خدمت بها الملاقيه. هنا البنات عملت بناء الغرز على 6 ديال الغريزات وعاودت رجعت هنا دخلت ليبرا والقياس ديال الغريزه الثالثه، كنخرج ليبرا على هذا الشكل. انتم البنات كنخلي قياس العين الاولى والعين الثانيه كذلك، وهذه العين الثالثه كنخرج فيها ليبرا. هنا غادي ناخذ غريزه في الثوب على هذا الشكل، وغادي نخلي العين الاولى العين الثانيه وهذه العين الثالثه غادي نعمل فيها غريزه. الخيط كنخليه المسافه ديال يعني القياس ديال هذه المسافه، وكناخذ غريزه ثانيه. بقاو هنا عندي جوج غريزات وكذلك هنا جوج غريزات، وهنا عملت جوج غريزات هي 6. هنا كذلك غادي ناخذ يعني قياس الغريزه الاولى على هذا الشكل. انتم البنات الغريزه الاولى وهذه الغريزه الثانيه والثالثه غادي نشد فيها، يعني غادي نشد في الثوب على هذا الشكل. هنا يعني تساوات عندي هاد الجهه مع هاد الجهه، وحاولوا ان هاد الخيط اللي كتعملوا يبقى مسافه واحده على طول البياسه باش تجيكم هكا هي الخدمه نقيه وزوينه. هنا كنعمل 4 ديال الغريزات في هاد الخيط، وحاولوا ان هاد الخيط اللي يعني هاد الغرز اللي كتعملوا ما تخليوش الفراغ بين كل غريزه وغريزه، يعني هاد 4 الغريزات ما تخليوش الفراغ لانه كيجي مبوق، كيجي هكايا خارج الخيط وما غتعجبكمش الخدمه. وكذلك هذا الخيط حتى هو كنعمل فيه 4 ديال الغريزات. كيف ما لاحظتوا معايا راني عملت جوج غريزات بغريزه واحده، وعاد عملت 4 ديال الغريزات في هذا الخيط. هنا كذلك كنعمل ضربه في الثوب على هذا الشكل، ولاحظوا معايا البنات هنا عندي جوج عوينات. كناخذ العين الاولى كنعمل فيها كنشد فيها على هذا الشكل، كنعمل فيها غريزه، والخيط كذلك نفس المسافه. وهنا عندي العين الثانيه كنعمل فيها غريزه على هذا الشكل، وكنضرب في الثوب. وحاولوا ان هذا الغرز حتى هما اللي في الثوب يبقاو غادين مقادين. هنا كذلك كنرجع مع هذا الخيط كنعمل فيه 4 ديال الغريزات على هذا الشكل، وهذه 3 وهذه 4. هنا كتكون عندي واحد العين غير عين وحده كنعمل فيها غريزه على هذا الشكل، وكنعمل 4 ديال الغريزات في هذا الخيط. كنحاول ان الفراغ ما يكونش عندي بين كل غريزه وغريزه باش تجيني الخدمه متقونه ومزيره. هنا كذلك بنفس الطريقه غادي نضرب في الثوب على هذا الشكل. انتم البنات الخدمه راه بدات كتبان. بالنسبه لهاد العين كذلك غادي نعمل فيها غريزه، يعني كيكونوا عندي جوج عوينات كنعمل فيهم جوج غريزات على هذا الشكل بنفس طريقة. هنا كذلك غادي نضرب في الثوب، وكنرجع كل خيط كنعمل فيه 4 ديال الغريزات. فهاد الخدمه هي اللي كنبقى خدامه بها على طول البياسه حتى نوصل للقياس اللي بغيت. فهذا هو الشكل النهائي ديال الدرس ديال اليوم. كنتمنىكم تكملوا الفيديو حتى الاخر لانه ما طويلش بزاف، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للدرس اللي غيواتي هاد الخدمه غتلقاوه على القناه. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.